طيب يا جماعة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مع أحلى وأكبر السلام. بالمحبة بنتجلى وبنعطي من طيب الأوزان. خلونا نصلي على النبي. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم كلكم في جميع أرجاء المعمورة. مرحبا بكم الناس اللي دخلوا يا دوبكم، يا ريت تعملوا لنا شير في كل الجروبات وفي كل الصفحات. في ناس ممكن يكون دخلوا الآن بيتابعونا، لكن ممكن اللايف ده يجيهم عن طريق صفحة تانية، يعني مثلا في صفحات كتيرة أنا شايف إنه بتنقل عن طريق صفحتي وبتجيبوا لكم شكل لايف. الصفحة الرئيسية بالنسبة لي اللي فيها المنبت أو اللايف ذاته بيطلع هي صفحة مصعب الضيب وشارة في الفيسبوك، مصعب الضيب وشارة. ويمكن مئات الآلاف من الناس اللي هم تابعونا من زمان، يعني من زمن البشير وكده، ما تابعونا إلا لأنه نحن بنقول الحقيقة ما فيها، لو حتى على أنفسنا بنقول الحقيقة بشكل واضح جدا جدا. فلذلك انتم بتلقوا انه في ناس سبقوكم في انهم بيعرفوا الشخصية دي او كده او كده او كده. ما بنعرف نكذب، كلامنا زي ما قلت بيعرفوه الرجال صندوق ريحتهم الدموم كلين محلق فوق. نحن كلامنا ما اصبحتوا كيف امسيتوا، نحن كلامنا جر الزول وقطع خيطه، يمين ذاك الجبل حرمنا زيت تثبيته، نحن السنك ساعة تطلع بخشبه زيته. كويس، فاهلا وسهلا ومرحبا بكم كلكم. دي مقدمة للناس اللي ممكن يكون التحقوا بينا. انا دايما في النشرات بتاعتي او في الاخبار بتاعتي او كده ممكن اسبوعيا اطلع مرة واحدة، لكن في المرة الواحدة دي لما نطلع بدي كل الحاصل. والليلة انا داير اللايف ده يكون هادي، يعني اعتذر لكل الناس. المرة اللي فاتت انا كنت زهجان جدا جدا وقرفان جدا جدا، امك وما عارف خلي، لا ابدا. الان انا ما عندي غير انه احترمكم كلكم واعتذر، يعني اذا كان بدرت كلمة كده ولا كده. طيب البداية، ولكن انه في مواعيد الكبار لن يطول الانتظار وسنعيش احلى اقتدار. طيب في فرق بين القوات المسلحه، يعني انت الزول اللي بتدافع للقوات المسلحه، في فرق بين انك انت الدافع للقوات المسلحه وبين انك انت الدافع للكيزان ولعلي كرتي من غير ما انت تكون عارف. الناس دي يعني خلاص اتحايلوا على عقلك. انت لو عقلك صغير، يعني زول مثلا يا دوب مبتدئ في السياسه او في السياسه دي ذاته ما قادر تشوف بعينك، يعني كده عينك كده المجرده، ولا قادر تحرك عقلك، بتنساق وراهم وتفتكر انه ديل الوطنيين، بتفتكر انه ديل القوميين، وبكونوا في ذات الوقت هم أسوأ الناس، بيقودوك الى المكان اللي انت بتلقى نفسك فيه ولا قادر ترجع هنا ولا قادر ترجع هنا. طيب بدايه، الان اللي قاعد يحصل في المشهد وقلته المره اللي فاتت هي حرب ما بين الجيش وبين الدعم السريع. هي حرب نعم، بس ما بين الجيش وبين الدعم السريع. والرسالة هنا برضو موجهة لأبنائنا في القوات المسلحة وأبنائنا في الدعم السريع وفي كل مكان. كويس، الحرب الآن هي بين نظام قديم متواجد على مستوى السودان. كويس، النظام ده حكم 30 سنة، 30 سنة الكيزان حكمونا ولسه دايرين يحكمونا أكتر من 30 سنة. يعني لا اخلاق ولا ضمير ولا في وازع بيخليهم انهم هم يتوقفوا، هم بس دايرين ينتصروا على اي حال، يموت الشعب السوداني. فالرسائل من هنا اللي انا داير اوجهها لك يا علي كرتي، هل ماتوا يعني اولادك وبناتك وامك وابوك وخالك وعمك في الحرب دي؟ هتقول لا يا علي كرتي. ليه؟ لانه انت مأمنهم في تركيا، لكن ما عندك مشكله في انه يموتوا الناس. يا جماعة الحركة الإسلامية دي نحن قاعدين نختلف معاها كتير جدا والآن مختلفين معاها. الترابي ده لما حصلت المفاصلة سنة 1999 وجوه الناس أولاده ديل وقالوا له في 2000 كده، قالوا له نحن جاهزين الآن نجيب لك رأس عمر البشير ونجيب لك رأس العسكر كلهم ونجيب لك السودان ده كله تحت رجلينك يعني. فالترابي قال لهم لا، أنا ما داير المسألة دي تكون كده. فكان الترابي أعقل من علي كرتي اليوم. علي كرتي اليوم بيحرك مجموعة من الضباط، عشان أنا أوريك إنه الحرب دي كانت ضد منه، بيحرك مجموعة من القوات اللي هي تابعة للإسلاميين للحركة الإسلامية، وبقول لهم أمشوا يا جماعة واعملوا انقلاب ونحن منتصرين، وبغشوا البرهان، بيقولوا للبرهان يا البرهان نحن إن شاء الله حننتصر في ظرف 24 ساعة، في ظرف 48 ساعة، في ظرف 72 ساعة، نحن بنسلمك الخرطوم
طاهرة. أنا بقول الكلام ده يا جماعة، وهاجي من هنا أوضح لكم، أتمنى إنه الناس ما تمشي يعملوا لنا شير. أنا حاجة أوضح الموقف الآن في الخرطوم شنو. لذلك أي معلومة أنت هتفوتك، قد تكون فاتتك معلومة قيمة جدا جدا، وأنت محتاج الآن في إنه أنت يعني 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 جد جد أنت محتاجها. طيب العلي كرتي ده لا خلى الأطفال لا خلى الكبار، دخل السودان في معمعة كبيرة جدا وما قدر يطلع منها. الآن الإسلاميين مطاردين في الأحياء، الأمن الشعبي مطارد في الأحياء، الاستاد بتاعت الدعم السريع قاعدة تطلع وتمشي للمساجد، أئمة المساجد، وبيسألوا أئمة المساجد عن أي زول، أي زول هو تابع للحركة الإسلامية. مش شوف يعني أنا ذاته ده الخطأ هنا، إنه ما بقول لك أي زول فسد وأكل قروش وكده، ما عندهم مشكلة. يعني حتى الدعامة الآن اللي بيمشوا للمساجد وبيمشوا لكده ما عندهم مشكلة مع إنه زول أكل قروش ولا زول شنو، بيقول لك ورينا المجاهدين في الحي، وبيمشوا للزول في الحي ده بدهموه. الليلة في فريق في الصالحة أو امبارح تم اعتقاله هو وولده، فريق يعني دون أن أذكر اسمه، تم اعتقاله هو وولده. الاعتقالات مشرعة، طلعوا بيانات في كل مكان أرسلوها، أي زول في أي منطقة هو موجود فيها على الناس اللي موجودين في الحي يبلغوا عن أسماء الكيزان اللي هم تابعين للخلايا الجهادية. يعني كان جيت للدعم السريع وقلت له يا دعم السريع الزول ده أكل كده ولا كده، يقول لي خليه أكل. لكن تيجي تقول له ده من الحركة الإسلامية أو الزول ده كان كده، طوال بحرك تاتشرات وما بيجوا بأقل من 10 تاتشرات. الآن الدعم السريع مسيطر على كل الخرطوم، كل الخرطوم. أنت برا السودان يعتبر إنه أنا كلامي ده غلط، الزول اللي بيتكلم قدامك ده غلط، ده زول كذاب. أقرأ التعليقات خلاص ده زول كذاب، زول شنو؟ التعليقات دي غرف عشان تصرفك أنت من الحاصل، بينما أنا مودي القسم أمام الله إنه ما أكذب في حاجة، مودي القسم تماما يعني، وأمامكم الآن أمام الله ثم أمامكم. طيب قوم في الحالة دي اتجاوزني، أضرب لأي زول منهم أهلك اللي هم موجودين في الخرطوم، أنت برا السودان دردقوا كده وقول لي وسع عليك الله كده برا الارتكازات منه، هيقول لك دعم سريع. الدعم السريع مغطي على أكثر من 95% 95% من المناطق الآن اللي هي موجودة في السودان على سيطرة الدعم السريع، ما في راجل بيستطيع انه يقول. الناس اللي بيقولوا الاستخبارات العسكرية جاية عشان تعتقل الناس وكده، تم ضرب الاستخبارات العسكرية وتم التركيز على ضرب الاستخبارات العسكرية، والآن في جثث هنا في كوبر او في بحري معلش اللي هي المنطقة بتاعت اسمها شنو كده كرتون ولا حاجة، الآن الناس ما قادرين يلموا الجثث بتاعت الاستخبارات العسكرية. يعني أنت لما تيجي تقول تيم من الاستخبارات العسكرية اطلع عشان يعتقل لك فلان ولا عشان يعتقل لك فلان، أنت بتحلم، لأنه التيم ده ذاته ما فيه اتنين بيتلموا مع بعض، ما هم عرفوا إنه تيم الاستخبارات العسكرية أو أتيام الاستخبارات العسكرية هي تابعة للأمن الشعبي. تم ضرب الأمن الشعبي تماما، وأي زول الآن أقسم بالله العظيم يا جماعة، أي زول الآن تابع للأمن الشعبي اسمه تم تسليمه للدعم السريع بواسطة واحد تم اعتقاله اللي هو مسؤول الاتصالات أو يسموه شنو في الجيش، مسؤول الاتصالات. زول كده كان قبضوه من الملكي وطلع بطاقة وقال والله أنا تابع للإدارات الأهلية، وتم شنو تم شنو تم شنو تم شنو. يا جماعة أنا أقول لكم الكلام ده أنا في السودان، يعني لو كان أنا خايف وقلت لكم قبل أيام، بس النت بعديها قطع وأنا ذاتي رصيد ما كان عندي وكده. يعني الكلام ده انا لو كنت قاعد اخاف منه كان بخاف. في كل حي، في كل حي تم تكوين لجنه من يعني لجنه متكامله من الدعم السريع فقط لمراقبه الناس اللي هم يعني تابعين للحركه الاسلاميه والمجاهدين. اقول لك عشان تعرف انه الناس زي ذاتهم الدعم السريع ده فاسد زيهم، تقول لهم الزول ده اكل عمارات اكل شنو، تقول لك يا زول خليه ياكل، هو مجاهد؟ تقول له لا والله، اطلع قبل كده شال سلاحه ضادانا نحن؟ تقول له لا، يقول ما عندي معه شغله، انا داير الناس اللي هسي طلعوا قال عشان يقاتلونا وجو في المدينه الرياضيه، وهم جو من الجزيره وجو من ولايات نهر النيل وجو من ولايات دارفور وجو من كل الولايات. ابقى الان ده الحاصل في السودان، السيطره الان للقوات المسلحه هي فقط للقياده العامه، وفي القياده العامه مسيطرين فقط على 40%، وال40% محاصرين تماما. الشهيد اللي بيستشهد من قواتنا المسلحه بيتم دفنه داخل القياده العامه،
دي حقيقة تصدقوها ما تصدقوها، انت قاعد برا السودان بتسمع اخبار كذب، بتسمع كده بتسمع كده بتسمع كده. انا قاعد ادي طوالي رقم تلفوناتي وقاعد ادي شنو قاعد ادي شنو، ببين موقعي وكده، هنا ما خايف من زول يعني، لكن انا بقول لك النتيجة الاساسية. طيب الحاصل الان انه الدعم السريع مستولي على الخرطوم بنسبة 95%، مرة فاتت قلنا 80%، الان 95%. ال5% هي تابعة لجزء من القيادة العامة اللي هم موجودين داخل البدروم بتاع القيادة العامة، وانقطعت منهم المياه، وانقطعت منهم الكهرباء، وانقطعت منهم كل وسائل التأمين. والكلام ده الآن له حكاية بتاعت أسبوع، الناس زي اللي بياكلوا لا بيشربوا لا بيعيشوا زي الحياة اللي احنا بنعيشها. أنا والله ما بعرف أكذب، وده كلامي بقوله قدامكم عديل. يعني الناس زي لو تاني يتحاصروا أسبوع دايما، يعني لو اتحاصروا اسبوع بيموتوا بيموتوا، ما فيهم زول كده بينجا. بتشوف دايما خطابات البرهان، انه خطابات البرهان دايما هي خطابات لا للحرب ولا لكده ولا لكده. اي صحيح، انا بشوف انه خطابات البرهان دي خطابات غائد، يعني الزول اللي بيقول لا للحرب نعم للسلام هو قائد. فبرهان بيقول لا للحرب وهو قائد، اصلا احنا ما عندنا فيه اشكاليه تماما يعني. لكن الان هم محاصرين بشكل كبير، وإذا كانت في بعض الأسر اللي هي محتجزة رهائن عشان العسكريين دي يسلموا نفسهم، أنا بقول الكلام ده خطأ. الأسر ما لها دخل، واجهوا الزول، واجهوا الزول طوالي، الزول هون ده قدامكم دقوه حاصروه اقتلوه، ما عندنا أي مشكلة، أسجنوه. ما ده راجل وقال أنا طلعت أقول كلمة الحق، لكن الغلط في إنك أنت تحاصر أسرته، لأن أسرته دي هي ما عندها علاقة بالبقومبي والبرهان، هي ما عندها علاقة بالبقومبي والكباشي، يا ما عنده علاقة باللي بيقوم به وأي شخص تاني. كويس، أرجع وأقول إنه لكل مشاهدين الكرام، لكل مستمعين عذرا يعني، أنا قاعد أقول مشاهدين لأنه بنطلع لايفات والآن صورة ما في يعني في صوت. الآن الخرطوم بنسبة 95% سيطرة للدعم السريع. كلامي ده قلته بداية اللايف، يعتبرني كذاب، بس سألتك بالله يعني دي كده حاجة كده أنا بقولها لك أسألك بها أمام الله لما تصعد أرواحنا كلها للسماء. أكفل مني أضرب لأي زول من أولاد الخرطوم اللي أنت بتعرفهم ولا بنات الخرطوم، أنت أضرب لزوجك أضرب لأخوك أضرب لشنو، قل لهم السيطرة لمنو؟ بيقول لك السيطرة الآن للدعم السريع في أي منطقة للدعم السريع. طيب الحركة الإسلامية دي ناس على كرتي لما قرروا أنهم يهجموا على الدعم السريع، أو الجيش، ما الجيش لكن الحركة الإسلامية دي لما قررت أنها تحكم البلد وعن طريق الحكم ده بيجي في انهم هم يهاجموا، ما كانوا عارفين انه الحرب دي حتكون في مناطق مدنيه. يعني اي زول الان يقول لك نحن اخرنا المساله دي عشان المدنيين وعشان كده، انت ما كنت عارف انه الحرب دي حتكون في المدن؟ انت ما قلت انا بقش النازل خلال 72 ساعه؟ الحرب دي ذاتها كانت في المدن، يعني ذات الحرب كانت في المدن، وانت كنت عارف انه الحرب دي في المدن، وانت لما اطلقت الطلقه الاولى كنت عارف انه الحرب دي حتكون في المدن، لكن انت كنت معتمد على ميليشيا، على ميليشيا يا جماعه الميليشيات واحده يعني، على ميليشيا الدفاع الشعبي وخذلتك. والان الان في هذا التوقيت بالذات او في الايام اللي فاتت يعني كويس، انشقاق داخل اجهزتهم هم نفسها الامنيه والاستخباراتيه. المسألة يا جماعة بقت للأسف الشديد هي عنصرية، المسألة بقت عنصرية. الرغيب أول الجبيل أنت بتقول له جيب لي التعليمات أو مش التعليمات يعني جيب لي التقارير وجيب لي كده وجيب لي كده، للأسف الشديد بقى الآن بيشوف إنه هو بقيف ضد أولاد منطقته، وأنت الآن حربك دي هي حرب كيزان. يعني أنا لما أشوف كل قادة الجيش، كل قادة الجيش كده اللي هم واقفين، هم كلهم مثلا من غرب السودان او كلهم من شمال السودان او كلهم من وسط السودان او كلهم من كده، لا لابد من انه يتحرك فيني يعني وازعينه، لا لا ابدا ابدا ابدا. الجيش يا جماعه حاصل له خذلان الان، الناس في الشوارع. شوف انا كلامي ده ما قاعد اقوله لك والله وانا بس موجود في البيت، اسال ناس بحري لو في مويه ممكن تتوزع، بتلقاني انا اول زول في المويه دي وقاعد اوزع في المويه. لو في اي حاجة ممكن تعين المواطن بتلقاني انا في مناطق حلتي من اميز الشباب اللي هم موجودين، ومعروف ذاك مصعب الضي يعني ما مدسي ذاته تمام، لكن اقسم بالله يا جماعة تمام. طيب انا ما هحلف، لكن كويس مما بدت الحرب دي الليلة لي 12 يوم، في ال 12 يوم دي انا ما شفت لي عسكري بتاع جيش الا واحد، تصدقوا تآمنوا بالله
انا ما شفت لاي عسكري بتاع قوات مسلحه الا واحد، بينما لقيت عشرات الالاف من الناس اللي هم تابعين للدعم السريع، والكلام ده في بحري. بضرب لصاحبي في الخرطوم، والله الخرطوم كلها، بس قلت لك الحكم في انه انا كاذب ولا صادق، اقفل مني التليفون ده بعد ما تنتهي من اللايف، اضرب لاهلك في السودان، هو يا جماعه ها يتونس معاهم، اسالهم سؤال كده بعيد، يعني هسي انت اهلك ديل بيعرفوني انه انا حرشتك؟ اضرب لهم بعد اللايف ده طوالي، امك كبيره ما بتحضر اللايف، اخوك كبير، ما بعرف عمك، خالك، جدك، ارجع للناس ديل بيقول لك الدعم السريع مسيطر على نسبه 100%، هم حيقول لك 100%، انا بقول لك 95%، هم بيقول لك 100%. كل الناس دي مجمعه على انه الدعم السريع ده مسيطر، طيب انتوا كنتوا ناويين تعملوا الانقلاب ده لشنو؟ متذكرين لما كنت بقول لكم دي مراهقه سياسيه؟ متذكرين لما كنت بطلع بقول لكم ما تقدموا عليه يا عبد الرحمن يا عم سيب هي مراهقه سياسيه والحرب ما بده يروها كده؟ كنت لانه انا ودي شلاق بينما انت كنت ملكي، بينما الحركه الاسلاميه ملكيه، علي كرتي ملكي، ما بعرف ذاك اسمه منو ملكي، ذاك اسمه منو ملكي، ذاك اسمه منو ملكي، الملكيه عمرهم ما بده يديروا الجيش، ما بديروا الجيش، وانا قاعد اضرب الضرب ده لانه بتوقع انه قواتنا المسلحه دي في اي لحظه من اللحظات يا جماعه انا ما راح بتزول، لكن انا كلامي واضح، لما انا طلعت المره اللي فاتت في اللايف اللي فات واتكلمت فيه كلام واضح واتكلمت فيه كلام حقيقي كويس، كان في اللحظه دي كل الناس هي مع القوات المسلحه، كل الناس دي مع الجيش، كل الناس دي مع شنو مع شنو مع شنو مع شنو مع شنو وكده، هناك في اللحظه دي انا اتكلمت، والان انا بتكلم وبكره بتكلم وبعد بكره بتكلم، الا اللهم يقطعوا لنا الكهرباء، الكهرباء قاطعه عندنا في فترات طويله، المويه ما موجوده، شنو يعني في معاناه حقيقيه نحن قاعدين نعيشها، انت بتكون في البيت ما الاقي تاكل، ما الاقي تشرب، ما الاقي كده. طيب ففي الحالات دي ممكن انا ما اطلع. يعني اطلاقا، كويس؟ داير اوجه رساله معينه وثاني اجي راجع للموضوع. اول شيء يا جماعه نحن قوم لا نعادي الا من يعادينا، في اللايف اللي فات انا عادوني كتار من الاصدقاء، يعني حتى الاصدقاء. وانا غفرت ليهم في المساله دي وكده، لكن لا ما تعادي، ما تعادي عشان خاطر زول قال لك عادلين الزول ده لانه قال كده ولا قال كده، ما تعادي ما تعادي. انا حربي لما اقوم عليها شين، حربي لما اقوم عليها بخليك تكمل اسلحتك كلها وبعد ذاك بتبدا حربي. عبد الرحمن عم سيب ده واحد من الناس اللي انا استهدفته الان له اكثر من سنه ونص لحد الليل انا بجيب عبد الرحمن عم سيب، هذه الانثى اللي اسمها عبد الرحمن عم سيب. كويس؟ ما لانه هو قام ببادر بالهجوم ولا كده، لكن لانه يا جماعه كان واحد من الناس اللي بيدعوا للحرب، ونحن بندعو للسلام. طيب، ما تجي تغشوا الناس في الميديا، للمره الالف، ما تجي تغشوا الناس في الميديا، تقول لهم نحن مسيطرين على كل البلد، انتم ما مسيطرين الا على 3% من البلد، الكلام والخطاب اللي كان بيقولوا لينا، كويس؟ بيقولوه لينا الكيزان، وبيقول لنا انه يا جماعه الشجر كان بيكبر معانا في العمليات، وهنا دموع الناس الكبار الاربعينيين والخمسينيين كانوا بيبكوا بيصدقوا انه الشجر بيكبر، قال والله الغزاله يا جماعه ديل الكيزان كانوا بيغشوا الشعب السوداني، لكن الان عصر التكنولوجيا ما بتقدر تغش زول، قال والله الغزاله جاتنا من هناك والغزاله دي جات وكبرت معانا وقالت لنا اذبحوني وذبحناه وقتلناها ذبحناها واكلناها، قال والله ده هنا اسحاق احمد فضل الله، قال والله واحد من الشهداء نحن جينا ندفنه والشهيد ده، يا جماعه والله كلامي ده صح، ده كانوا بغشوا بيه الشعب السوداني لانه كان فقير المعلومات، انتوا الان قنيين المعلومات لكن في ناس مسيوقين، ده نفس الشخص قال لك والله نحن جينا ندفن الشهيد، الشهيد قبل ما ندفنه كبر قال الله اكبر وقرا سوره ياسين كامله حتى بعد ذاك نحن دفناه. طيب لو هو كبر الشهيد ده قدامكم وانتوا مكفن وانتوا دايرين تدفنوه وخاتينه كده في البرش وفي العنقريب وهو قام كبر وقال الكلام ده، دفنتوه لشنو؟ دي ما جريمه ضد الانسانيه. لكن الشعب السوداني كله كان بيقول لهم نعم الله اكبر الله اكبر، بيقول لهم ابابيل ضربت، بيقول لهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كويس، انا داير ارسل رساله معينه للكيزان، قبل ساعه من الان دخل سلاح جديد لارض المعركه، ما هو هذا السلاح؟ وماذا اسقط؟ قبل ساعه من الان في مفاجات كثيره جدا جدا، في مفاجات كثيره جدا جدا، والخطه باء حتبدا الان، وانتوا في اضعف حالاتكم، عشان كده انا كنت بقول لكم ليش انتوا دايرين تقتلوا ناسكم؟ في زول بيتذكر يا جماعه من الكيزان، لما انا كنت بقول له ليش انتوا دايرين تقتلوا ناسكم؟ في زول سمع مني، الان الخطه باء، الان الخطه باء، الخطه باء، الف نجحت بنسبه 99%، الان بدينا في الخطه باء وحتستمر لمده شهر، حتى لو في هدنه، وحتى لو اتصالحوا الاثنين واتسالموا مع بعض، الخطه باء بدات تماما، وبرعايه دوله ثانيه كده يعني، دون ان اسميها. انا شاكر لكم جدا يا جماعه، وبقول انه السلام سمح.
لكن انا في لايفاتي ما تعودت انه اكذب. ممكن انا اكون برا السودان اكذب لكم واقول لكم واقول لكم، لكن زول في السودان وبيتكلم بالثقه دي وبيتكلم بالحاجه دي، لابد من انه هو متاكد انه قاعد يعمل في شنو. كويس، لما البشير ده كان قاعد وبنطلع لكم وبنقول لكم وبنقول لكم وبنقول لكم، كنا متاكدين وعلى ثقه كامله انه نحن بنعمل شنو. تابعوا صفحه مصعب الضيب وشارع على الفيسبوك، لو جاتكم في اي صفحه تانية اعملوا مصعب الضيب وشارع على الفيسبوك، كل اخباري بجيب لكم من الميدان. الان السيطره لقوات الدعم السريع بنسبه 95% من كامل الخرطوم، وما تسمع انه في طائرات ضربت في المكان الفلاني وفي طائرات دمرت ارتال في المكان الفلاني، ده كلام عشان يزيدوا به الحماس بالنسبه لكم، بينما الواقع الاكيد في اراضي المعركه انه ما اتحرك طيران اصلا، ونفس الطياره اللي اتحركت الان تم ضربها باسلحه جديده دخلت للمعركه قبل ساعات. كل القوة اللي كانت زحفة نحو الخرطوم زحفت نحو الخرطوم، دخلت الخرطوم. واحد بيقول لي ادوكم كم؟ والله يا الحبيب يعني مع الحروب دي وكده وهناي، يعني انت بتتوقع انه يكون ممكن يدونا كم؟ لكن ما تنسى انا دايرك يعني تاخذ معاك لو انت ما بتعرفنا انه شمس الدين كباشي ده جارنا بالحيطه لمده 20 سنه، يعني نحن لو كنا دايرين نقرب للجيش كل قاده الجيش، ياسر العطا كان جارنا، بهناك جمال الشهيد كان جارنا، النازل كلهم كانوا جيراننا، نحن اقرب للجيش، نحن كاولاد جيش اقرب للجيش. لكن في تربيتنا العسكريه اتربينا على انه نقول الحقيقه. يعني انا هسي معاك ضد الجنجويد، لكن انت ما بتفهم الطرق بتاعتي انا معاك فيها، انت ما بتفهمها، كويس؟ فبالتالي انت بتتخذ طرق بتاعت ملكيه، انا ما باخذ طرق بتاعت ملكيه. انا بحذرك بقول لك بقول لك بقول لك بقول لك انت سوي اللي انت داير تسويه يعني. لكن الان الهزيمه الكامله بالنسبه لنا، ما لم نغير الخطه، نبعد الكيزان، انا داير يبعد الكيزان، انت لو فاهمني، انا داير يبعد الكيزان وتدخل القوات المسلحه اللي ليها اكثر من 180 سنه 108 سنوات او 105 سنوات، انا داير تدخل القوات المسلحه دي العانوا فيها ابوي وابوك وما كانوا بينتموا لاحزاب وكانوا بيمشوا الجنوب وبينتصروا وكانوا بيمشوا الحرب بتاع 73 و48 وبينتصروا، انا داير ابعد من 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 الروح بتاعت الكيزان، انت ما قادر تفهمني، انا داير افكفك المنظومه بتاعت الكيزان وداير ارجع الجيش القومي الواحد، لما ارجع لنا الجيش القومي الواحد والله ما في مليشيا تقف قدامنا. انا ده كلامي قلته، الله ولي النعمه والتوفيق والسداد، نتلاقى إن شاء الله وإياكم في لايفات أخرى في أمان الله.